بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الآن بحول الله نهتم بأي القرى يأخذها الله بأسه. عبر التاريخ أي القرآني اللي هو حقا تاريخ لأنه مصدره الله جل جلاله، والله هو الحق ولا يقول إلا الحق. أي قرية سيتي اعتدت عن أمر ربها، يعني تكبرت، جاءت للنبي ولا للرسول عليه السلام قالت له أنت كاذب، أنت ساعر، أنت شعر، فهي عاتية لأن الربل سيتي ربل. Or la loi divine veut que toute rébellion de n'importe quelle cité doit être suivie par un douloureux châtiment. Et vous mouche mana. Mana yenes. Et c'est le roi. Fourada ou jamaat. Fi arri kaira karia kent. Hal entum fi mokuf. التمرد على الله أو في الموقف المقابل أنكم أسلمتم أمركم إلى الله ثم تقدمتم فآمنتم بالله واليوم الآخر والملائكة والرسل الكرام والخير والشر والجنة والنار. من تو ثبتوا قبل ما جيكم ضربة من الله مكانة، يقول العام لا تخطئوا أبدا. وعلى الراف العالم الكربي اللي دائما تأتيه الويلات والعذابات والخيبات، والحد الآن ما فاقش اللي هو خارج طريق الإسلام، طريق الرحمن، طريق المنان، طريق الجبار، طريق الحليم الغفور، وهو أغلب الكرب ما عندهمش فكرة عن ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام اللي هو الوحيد اللي أنزل عليه القرآن والوحيد أنزل عليه أنزلت عليه الأحاديث القدسية والوحيد اللي هو في قمة محبة الله لخلقه، فهو حب الله الأول عليه صلاة الله وسلامه. إذن قبل ما جيكم جائعة وجوائع بلا حساب، حتى غلتكم عادش غلة، حتى ماكم عادش نظيف، حتى قولكم قول فيه لمسات الشياطين، سلوكاتكم سلوكات تاع الناس يقولوا عندهم شكل خارجي بشري، والآن عندهم نفس من سيطر عليه الإبليس اللعين، وروح غابت أو غاب عنها صفاؤها. فبالله لماذا يأتي إبليس ويقول لكم ما يضر بكم فتطيعوه بيد أنكم في معصية دائمة للسيد سبحانه وتعالى؟ أعلى نسألكم قبل ما يحق عليكم القول، يا ناس فيقوا على روحكم، وخطابنا موجه للناس اللي عندهم الأوصاف اللي ذكرناها. يا أيها الذين آمنوا بالظاهر لما تقولون ما لا تفعلون، ونتيجة لأسنية كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يعني يمقتكم ربي مقت كبير، لذلك يذلكم بالليل والنهار. وبعد تقولوا يا ربي شبينا أحنا في المذلة، أنتوا ما تقولوهاش، أما أنا نعاونوكم على تفسير أحوالكم كما يجب أن تفسر الأحوال. أحوالكم قولوا العام رثة، أحوالكم تعاني، والله ليس هناك إلا ظلمكم لأنفسكم أن استبدلتم طاعة المولى جل جلاله عما نواله واللي هو أصل كل شيء بطاعة عدوكم اللدود اللي لا يرحمكم أبداً
ولا يخلص لكم من نصيحة أبدا. والسلام علينا أمة محمد عليه الصلاة والسلام.